الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس صافي هذه الليلة مع 19 درجة مئوية، الملموسة 18، رطوبة حوالي 50% والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، حيث تنشط الرياح مع أتربة مثارة في المنطقة الشمالية، إربد 32 إلى 16، المفرق 32 إلى 17، جرش 32 إلى 15، عجلون 30 إلى 15. المنطقة الوسطى البلقاء 32 إلى 19، عاصمة عمان طقس صافي 29 إلى 18، الزرقاء 32 إلى 19، مادبا 31 إلى 18، والبحر الميت 38 إلى 24. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 17، طفيلة 30 إلى 18، معان 31 إلى 21، الشبك 28 إلى 18، والعقبة 38 إلى 28. المنطقة الشرقية رويشة 33 إلى 20، الصفاوي 33 إلى 18، الأزرق 35 إلى 20. إلى اللقاء.